بمناسبة تخرج ابنتها الكبرى من المدرسة، شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو من الحفل على حسابها على انستغرام، وأرفقت عبد العزيز الفيديو بتعليق قالت فيه: بنتي وأختي وصحبتي تخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ أولادكم يا رب. يشار إلى أن الفيديو تم تصويره من مسافة بعيدة نسبياً، وبالتالي لم يظهر وجه ابنة ياسمين بشكل واضح. Please move your tassel from the left to the right. Ladies and gentlemen, I proudly present the graduates of the class of 2021. كما نشرت الفنانة صورة أخرى من الحفل وقد عانقت ابنتها ولم يظهر وجهها أيضاً. أما أحمد العوضي زوج عبد العزيز الثاني فقد علق على مقطع فيديو التخرج مهنئاً ابنة زوجته معبراً عن مدى حبه لها وقد سماها قمر العالم. يعود سبب استبعاد عبد العزيز إظهار وجه ابنتها إلى أنها تفضل إبعاد ولديها من زواجها الأول عن شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام للحفاظ على خصوصيتهما. وفي أحد اللقاءات الصحافية معها قالت الفنانة الشهيرة أنها دخلت عالم التمثيل من باب الصدفة عندما طلبت منها صديقة والدتها أن تشارك في تصوير أحد الإعلانات ونجحت في المطلوب منها. وعن احترافها التمثيل قالت عبد العزيز أنه كان تدريجياً ومن دون تخطيط. صحيح أنها تحب مهنتها وتعتبرها عملاً جميلاً، إلا أنها ترى فيها أيضاً سبباً لتقييد الشخص، لذلك فهي لا توافق أبداً على دخول أحد ولديها مجال التمثيل، حتى أنها ترفض رفضاً قاطعاً أن تشارك ابنتها في تمثيل مسرحية في المدرسة. وبحسب أحد تصريحات الممثلة، ابنتها لم تشاهد أفلامها ما عدا فيلم الآنسة مامي. لا يا حبيبتي، كل ده طبيعي، انت عارفة اللي انت بتتريق عليهم كل ده. بالنسبة لعبد العزيز، الحياة العائلية أهم بكثير من الفن، لذلك فهي قلما تظهر في المناسبات الفنية لكونها ترى أن بيتها وولديها لهم الحق الأساسي عليها. وقد صرحت في أحد اللقاءات أنها تحرص على أن تكون موجودة دائماً بجانب ابنتها وابنها لأنهما أولى بوقتها واهتمامها.